أما شو الأبو حميد هذا ابن ضيعتكم؟ الله يعدمني يا إلهي، يفضح حريمه. لك الزبيبة، الزبيبة بتنقسم نصين. أنا قديش شايف بخلا بحياتي، كتير شايفها، بس هيك لا والله ماني شايفها. كنت علم الكرم انت اختاري. لك شو بدك تعلمي فيه لتعلمي هاد؟ شو قصدك ولا؟ ولا شي، بس عم قول يعني حرام اذا بتقدر تساعده لا تقصر. يا ستي تضربي انتي واللي بيقعد معك. ايه وليه؟ انا حريص ماني بخيل. ايوه ابن ضيعتكم هو اللي بخيل مو انا. ما شفت من كتر الكرم اللي عندك قلعت الاتي من باب بيتك والدنيا ليه؟ لك شو انت ما بتخاف الله؟ مو حرام عليك؟ لا وفوق الهاد بدك تاخذ كرام من العقيد؟ منو قال لك؟ وشو بدك باللي قال لي؟ ايه انا ماني مجبور فيه لانه ايه انت مالك مجبور فيه، بس هو مجبور يعطيك كرامه هيك؟ يا ستي بالناقص منك ومنه ومن كرام، منيح هيك؟ وكذا ملحق علي، ملحق علي انا اللي خايف عليه، بدي اخبيه مصاريف عشان ما يصرفه، ملحق علي. انت مالك منه، ريح لي حالك. ايه؟ ايه؟ مين اخذ من الزبيبات؟ ها؟ مين اخذ منهم انت؟ حطيت صحن قدام ام شاهر وبناتها. الله لا يوفقك. قدام ام شاهر؟ ولك بدك تخربي بيتي انت؟ لك بدك تفلزيني؟ لك ليش البعزقة؟ لك ليش البعزقة عنقود؟ اعوذ بالله، ما بتنحوي انت، الله وكيلك ما بتنحوي. شو رح احكي؟ اي والله معك حق. بيطلع لك تحكي. يلا خاطركم، مع السلامة يا عمي. شو مرت عمي؟ لوين رايحة؟ والله تاركة زكية لحالها بالبيت. شو رويدة خانو؟ شايفتك صحيتي وما عاد فيكي شي. اسكتي يا مرت خالي، مو تاري لك رويدة كانت مسحورة والشيخ نزير فكر لها السحر. يو سلامتك. بعت لك الهنا يا سميحة على هالشغلة اللي اجت ببالك. لك خلص ايمونا من سيرتها بترجع وفيقها. لو بترجع يعني شو المشكلة؟ ان شاء الله بتقدريني انت. المشكلة ازياء عقلي. انا متأكد انه اللي اخذ اواعيكي قصده يعلم علي ويزلني. ما عاش ولا كان بده يعلم عليك ويزلك ابن عمي. الله لا يوفق وياخذ منه نور عيونه يا حق. اسمعيني منيح عفاف، من هلا ورايح بتحطي كل اواعيك بالصندوق وبتقفلي عليه منيح، خصوصي لما بدك تطلعي من البيت. امرك ابن عمي، ما بيصير الا اللي بدك اياه.